أهلا بكم في فقرتنا من مقالات الصحف لهذا اليوم. نبدأ من الواشنطن بوست التي تتناول قضية الشرق الأوسط من خلال تسليط الضوء على ما يمكن أن يحدث من مشكلات بسبب ما تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو أن تفعله. فتقول: قد تتعرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستؤدي القسم غدا الخميس لقلاقل سياسية بسبب النية المعلنة لرئيسها نتنياهو لضم عشرات من المستوطنات اليهودية المبنية فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة خلال العقود الماضية. وتضيف صحيفة الواشنطن بوست: يبدو أن الشرق الأوسط سيواجه نقطة فارقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إن أوفى نتنياهو بوعده لناخبيه ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وتعلق الصحيفة على أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإسرائيل وللخارج منذ استفحال تفشي كورونا في بلاده، فتقول: حالة الشك بشأن مدى نطاق الضم أثارت موجة من التحركات للدبلوماسيين والناشطين من واشنطن حتى الضفة الغربية للتأثير على العملية، حيث من المتوقع أن يبحث بومبيو خلال زيارته اليوم مسألة الضم ومع نتنياهو وقائد جيشه السابق وشريكه في الحكومة بني في فقرتنا التالية نتوجه إلى مجلة نيوز ويك التي تتناول في مقال حصري خبرا يقول نقلا عن الاستخبارات الأمريكية إن الصين حاولت منع منظمة الصحة العالمية من إنذار العالم بشأن الوباء، فتقول: تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن الصين سعت لمنع منظمة الصحة العالمية من إصدار إنذار بشأن تفشي وباء كورونا في كانون الثاني يناير الماضي، بينما كانت بكين تدخر المواد الطبية جامعة إياها من أنحاء العالم. وحسب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية أكده مسؤولان من الاستخبارات الأمريكية لمجلات نيوزويك، فقد هددت الصين منظمة الصحة العالمية بأنها ستوقف التعاون مع المنظمة بشأن تحقيقها الخاص بالوباء إن أعلنت المنظمة حالة الطوارئ الصحية عالمياً. وتضيف نيوزويك بشأن ردود الفعل على نشر فحوى هذا التقرير الاستخباري الأمريكي: رفضت منظمة الصحة العالمية فكرة أن الرئيس الصيني قد تدخل بنفسه في المسألة، لكن المنظمة امتنعت عن الإجابة على السؤال المحدد فيما إذا بذل المسؤولون الصينيون أي جهد لتأجيل أو تغيير إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية. مسؤولا الاستخبارات الأمريكيان اللذان تحدثا لمجلة نيوزويك لم يذكرا إن كان للرئيس الصيني أي دور في الضغط على منظمة الصحة العالمية، لكن المنظمة تعرضت لانتقادات بسبب الصين كما تقول المجلة. عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على نطاق العالم في 30 من كانون الثاني يناير، بذلت قصارى جهدها لتقول إن الصين لم ترتكب أي خطأ، وهو ما أثار سخط الغرب وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد منظمة الصحة العالمية ويصفها بأنها ممائلة للصين ويقطع عنها التمويل قبل شهرين. وتمضي نيوزويك في الخوض في المعلومات الاستخبارية بشأن هذه القضية، فتقول: يتضافر تقرير CIA بشأن الصين ومنظمة الصحة العالمية، وتقرير نشر في مجلة دير شبيغل الألمانية مع تحليل آخر أجرته وزارة الأمن الوطني الأمريكية يفيد أن الصين أخفت معلومات بشأن تفشي وباء كورونا في كانون الثاني يناير الماضي حتى يتسنى لها جمع المواد الطبية من أنحاء العالم، وهو تحليل رفضته السفارة الصينية في واشنطن في بيان أرسل لنيوزويك. وتفصل المجلة معلومات ما جمعته الصين من مواد طبية، فتقول:
لقد استوردت الصين 2.5 مليار قطعة من معدات الوقاية الشخصية، بينها أكثر من 2 ملياري كمامة بين 24 من كانون الثاني يناير والتاسع 29 من شباط فبراير، وهو ما ترافق مع مكالمات حثيثة أجرتها البعثات الدبلوماسية الصينية في كل أنحاء العالم لتأمين المستلزمات الطبية للاستعداد لتدهور الوضع بسبب تفشي الوباء. الآن ننتقل إلى صحيفة الإنديبندنت البريطانية التي تتناول توقعات بزيادة كبيرة في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة في غضون 2 شهر، فتقول حسب أنموذج جديد لتوقعات أعداد الوفيات والإصابات يعتمد عليه البيت الأبيض كثيرا وضعه معهد التقييم والبيانات الصحية تابع لجامعة واشنطن، من المتوقع أن يصل عدد الوفيات بحلول 4 أغسطس زهاء 147,000 وفاة مع إعادة فتح البلاد وتخفيف إجراءات العزل. وتبرز الصحيفة تحذيرات أهم خبراء الصحة في الولايات المتحدة التي تبدو متعارضة مع ما يدعو إليه الرئيس، فتقول تأتي التوقعات بزيادة كبيرة بعدد الوفيات بين المصابين بكورونا في أمريكا مع ادعاء الرئيس دونالد ترامب بأن نماذج التوقع البيانية مخطئة في تقديرها بأن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات. كما يأتي هذا مع تحذير وجهه خبير الأمراض المعدية العضو في خلية الأزمة الخاصة بكورونا الدكتور فاوتشي عندما قال لمجلس الشيوخ في جلسة خاصة عن بعد إن إلغاء الإغلاق قبل أوانه قد تنتج عنه تفشيات جديدة للمرض لا يمكن السيطرة عليها وقد تشكل انتكاسة على صعيد تحقيق التعافي الاقتصادي. بهذا نصل إلى نهاية فقرة صحافة بريس لهذا اليوم، نعود إلى داليا.